النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. أهلا بكم مشاهدينا في النشرة الاقتصادية. انطلقت في العاصمة السعودية الرياض أعمال الدورة السابعة لمبادرة مستقبل الاستثمار تحت عنوان البوصلة الجديدة، بمشاركة ما يقارب 6000 مشارك من أكثر من 90 دولة و500 متحدث من قطاعات مختلفة من داخل وخارج السعودية. ويتناول المنتدى هذا العام القضايا المحورية التي تؤرق العالم في الوقت الحالي، بما في ذلك تغير المناخ ودور الحكومات والإمكانات التحويلية للتكنولوجيا والتعليم والرعاية الصحية. ويستكشف قادة التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المؤسسون والرؤساء التنفيذيون وأصحاب رؤساء الأموال والمستثمرون، كيفية تسخير تقدم التكنولوجيا المتسارع الذي يشهده العالم في الوقت الحالي لتحقيق ما هو في مصلحة العالم أجمع. في الماضي كانت جمهورية كوريا التي كانت تستورد النفط الخام من السعودية من أجل صناعاتنا ومن خلال المشاركة في أعمال الإنشاء كذلك في السعودية، ومؤخرا فإن التعاون الاقتصادي الثنائي يتغير ويتطور في مجاله وفي عمقه وفي نطاقه، حيث يزيد التعاون ويمتد. وحتى الآن قدمت كوريا الصناعات المتقدمة والتقنيات الصناعية، والسعودية الآن تحول نفسها من تصدير النفط إلى كذلك أن تكون مركزا للصناعات المتقدمة، وهي تستعد لهذا التغيير. هذا وتم مؤخرا توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين مجموعة جي اف اتش المالية ومؤسسة مستقبل الاستثمار لتنضم إلى قائمة المؤسسة إلى جانب الشركاء الاستراتيجيين العالميين. كما وتشارك مجموعة جي اف اتش المالية في أعمال الدورة السابعة لمبادرة مستقبل الاستثمار. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة السعودية الرياض السيد هشام الريس، رئيس التنفيذي لمجموعة جي اف اتش المالية. مرحبا بك في النشرة الاقتصادية. بداية، ما هي الأهداف الاستراتيجية التي تسعى إلى تحقيقها مجموعة جي اف اتش المالية من خلال المشاركة في مؤتمر مستقبل الاستثمار بمدينة الرياض؟ شكرا للاستضافة. المؤتمر يعتبر أحد أهم المؤتمرات في المنطقة، يحضرون كثير من المؤسسات المالية والاستثمارية من حول العالم. نعم. وإحنا نحرص للتواجد، كون أحد المؤسسات الاستثمارية والمالية المهمة في المنطقة، ويعتبر السوق السعودي أحد أكبر الأسواق اللي نستثمر فيه، سواء في كاستثمار مباشر أو عن طريق المحافظ ومشاركة العملاء اللي عندنا. نعم. وبالتالي إحنا نعرض من خلال هالمؤتمرات الخبرة اللي عندنا وحجم أعمالنا وتميزنا والقطاع المالي في مملكة البحرين. نعم، هل يمكنك توضيح دور مجموعة جي اف اتش المالية في تعزيز وتطوير المشاريع والفرص الاستثمارية في المملكة العربية السعودية؟ نعم، عندنا احنا اختي من خلال شركة الديفج كابيتال في الرياض نقوم بالتركيز على قطاعات ثلاثة هامة في المجال: الرعاية الصحية، التعليم، وأيضا في اللوجستيك. أعلننا عن مجموعة من الصفقات اللي قمنا فيها خلال الأشهر القليلة الماضية، واليوم أيضا في المؤتمر أعلننا عن الاستحواذ على أحد الجامعات الطبية والمستشفيات الكبيرة في منطقة الجنوب، منطقة أبها وعكير، اللي تصل قيمتها السوقية تقريبا إلى 1.3 مليار ريال، بالإضافة إلى الاستحواذ على شركة، أحد الشركات المهمة في منطقة الرياض في قطاع اللوجستيك الغذائي. نعم. اللي تصل قيمتها تقريبا إلى 500 مليون ريال. طبعا إحنا إن شاء الله من خلال هالاستثمارات نحرص أن تواجدنا بشكل كلاعب
مهم في الاقتصاد والتطور والنمو في المملكة العربية السعودية، ويصير لنا نصيب من هذه النمو والتطور، ونسمح حق المجموعة من العملاء الموجودين عندنا في البنك للاستفادة من هذه النمو. نعم السيد هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي اف اتش المالية، كنت معنا من العاصمة السعودية الرياض، شكرا جزيلا لك. والآن نترككم مع أداء الأسواق المالية الخليجية. وللحديث عن المعادن النفيسة وتحديدا المعدن الأصفر، والذي يعتبر الملاذ الآمن في الأسواق المالية خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي، يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة المسول بجمهورية قبرص السيد وائل مكارم، كبير استراتيجية السوق في مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إكسنس. سيد وائل، كيف ترون تأثير التوترات الجيوسياسية على أسواق المعادن وتحديدا الذهب؟ شكرا على الاستضافة. يعني طبعا نحن نعرف أسعار الذهب يعني عادة يستفيد من التوترات الجيوسياسية وأيضا حالات عدم اليقين في الأسواق، وخلال الأسابيع الماضية كانت أونصة الذهب استطاعت يعني الارتفاع بأكثر تقريبا يعني بحدود 9%، يعني نحكي ارتفاع من مستوى 1834 لمستويات كانت قريبة من مستوى 2000 دولار كان عم تداول عندها نهار الجمعة تقريبا على مستويات 1997. حاليا ده راجع شوية ل 1934. يعني في حال ما نشهد توترات إضافية أو تطورات سلبية في الأمور، ممكن أسعار الذهب تتخلى عن بعض المكاسب والعكس صحيح. يعني في حال رجعنا شفنا توتر أكثر وامتداد في الصراع، هذا الشيء ممكن يدعم أسعار الذهب أكثر وأكثر. ولكن أيضا نحن لازم أيضا نأخذ بعين الاعتبار الأمور الأخرى مثل الخبر الاقتصادي الأمريكي اللي نترقبها اليوم وأيضا هذا الخميس والجمعة، بالإضافة إلى التطورات يعني في أسواق السندات. عم نشهد عوائد السندات كانت في ارتفاع ملحوظ خلال الفترة الماضية، ففي حال كانت خفت التوترات الجيوسياسية وراحت الأسواق مجددا لتسعر العلاقات بين الأسواق وأخذ في عين الاعتبار ارتفاع عوائد السندات، هذا من شأنه أنه يرجع يضغط أكثر على أسعار الذهب. نعم السيد وائل مكارم، كبير استراتيجية السوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إكسنس، كنت معنا من مدينة ليمسول بجمهورية قبرص، شكرا جزيلا لك. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية.